أصر باش العباد يقراوا كتب المقطع تاع ابن خلدون اللي هو أنت وصفته بالنعم حكيت لي بصفة نظرية. كيف تقرا ابن خلدون؟ احنا ندعوا ان نعرفوا ابن خلدون، نحن نعرفوا الصمت على فكره ما نعرفوش ابن خلدون. واللي يقرا ابن خلدون لو يفهم ماذا يحدث الان في داعش. تاريخ ابن خلدون من اول صفحه الى اخر صفحه كل صفحه فيها اربع روس طايره. يعني حتى تفهم داعش اقرا تاريخ ابن خلدون. وعلاش هذا اللي فهمه؟ هذاك الخير فيهم ما تذكر بيرك ولا ما فيش حاجة أخرى كلمة اجتماعية ولا حاجة توجه للشبكة الاجتماعية ولا تبقى الفيسبوك. علاش عبيت حمي فيسبوك أنا؟ ما تصورش أنت مثلا زوكربيرك يرى اللي المقدمة هي تحكي علاش العبيت متثبتين برشا بالفيسبوك من انطلاق معناها المدنية. ما أعتقدش لأنه كيف تقرا تاريخ ابن خلدون تفهم انه ابن خلدون كان يكذب في المقدمه وانه علم الاجتماع الانسان مدني بطبعه. هذه كذبه، اكبر كذبه كذبها ابن خلدون. ما عمره ما كان الانسان مدني بطبعه، وتعدت على دوركيم بعد ذلك غلط. فالانسان متوحش بطبعه، ما عمره ما كان مدني، وهو في المدنيه نتاعه كان مجرد استعارات حتى لتلك الوحشية. لذلك نحن نحب بوحشية، نقبل بوحشية، ونأكل بوحشية. وعندما تغيب هذه الأشياء التي تجعلنا نتجاوز الوحشية نعود إلى التوحش ونعود إلى الدعوشة، وهذا هو الذي حدث. وتخيل، تخيل مشهد شخص يبوس في واحد آخر، كيفاش يبوس فيه؟ يأكل فيه كي يأكل، كيفاش يأكل؟ ينهش فيه. فهذا هو الوحش. هوبس فيها من اللعبه. هوبس ماذا يقول توماس هوبس في الليفياتون؟ يقول حرب الكل ضد الكل. الانسان ذئب للانسان. ايش من مدني؟ معناها ذكر باب وفش كتاب. انا نخليك تحاول تفككها تكتبها بالعربي ذكر بارك هذا وشوفت تلقاها كفلان البارك. وشو توجه له كميساج ذكر بارك؟ قولوا بدل اسمك خير لك عامل صلاح. لك جيت تنصر شغل لك.